قطر تستضيف بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد 2015. أهلا بكم في مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد، أحد الملاعب المخصصة لبطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد 2015. تم إسناد مهمة بناء مجمع الاتحاد القطري إلى المكتب الهندسي الخاص وفق جدول زمني ضيق، بهدف برهنة قدرة قطر على الإنجاز في ظل ظروف خاصة، ونجح التحدي بامتياز. ها هو اليوم، ملعب على طراز عالمي. بداية من التصميم المبدئي وحتى إكمال أعمال المشروع وتحقيق الهدف، فريق متكامل متخصص من المعماريين والمهندسين الملتزمين يعملون على مدار الساعة. الآلاف من عمال الإنشاءات ملتزمون بالعمل في بيئة آمنة. أتموا أكثر من 6.5 مليون ساعة عمل بدون حادث. هذا الملعب مشيد ليخدم الجميع. للمتفرجين 5450 مقعدا، قريبة من موقع الحدث. وأماكن جلوس قابلة للطي بشكل تام. كلها مزايا تجعل من هذا الملعب موطناً لبيئة رياضية متميزة. ملعب تم بناؤه من أجل العناية باللاعبين. أحدث ما توصلت إليه مرافق التدريب وأجهزته. حوض سباحة بطول 25 متراً. منطقة استراحة خاصة باللاعبين لضمان حصول الجميع على راحتهم وكأنهم في المنزل. مرافق العناية الطبية. مرافق للإعلاميين. مطابخ مجهزة قادرة على تقديم أكثر من 1000 وجبة طعام يومياً في الفعاليات الرياضية. 60 غرفة مجهزة لإقامة الفرق الزائرة والمعسكرات التدريبية. إنه ملعب بني من أجل المستقبل. وهو البرهان على أن دولة قطر جاهزة لاستضافة أي حدث رياضي، جاهزون للتحدي القادم.